السلام عليكم. استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. انا اسف لازعاج معاليك، بس انا كنت شرف. في يعني سؤال مأرقني جدا. اهلا بيك. نغص عليا يعني حياتي كلها بصراحه. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. دلوقتي حضرتك انا موظف باحد الفنادق. نعم. عملي في الـ يعني نوعيه العمل نفسها برد على التليفونات. تمام. التليفونات ديت من ضمنها باخد اوردرات اكل وشرب. تمام. من ضمنها مش كلها. وطبعا الشرب ده فيه جزء من الخمور. واخد بالك حضرتك ازاي؟ فصراحة انا يعني انا كنت حاولت اهرب قبل كده، بس الاقدار رجعتني تاني لنفس العمل بتاعي. ايوه. هل المال اللي انا بكتسبه ده يعتبر حلال ام حرام؟ وهل نوعية العمل حلال ام حرام؟ حاضر حبيبي. انا بصراحة انا سالت الشيوخ كتير جدا، في ناس افتتني قالت لي طالما العمل حرام فبالتالي فلوسك حرام. اما انا يعني شبهولي عندي اكون سباك رايح عند واحد تاجر مخدرات مثلا، انا عارف ان هو تاجر مخدرات وخدت فلوس، هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ قالوا لي دي حرام، دي حلال، ان انت عملت عمل حلال فتقاضيت عليه اجر. انما لو العمل نفسه حرام فبالتالي يبقى الفلوس ايه؟ نفسها حرام. طيب حبيبي، هو الفندق نفسه بيقدم خمره ولا بتجيب الكلام ده دليفري من بره؟ لا، الفندق نفسه بيقدم خمره. الفندق نفسه بيقدم خمره، تاخد الاوردر عشان تبلغه للقائمين على العمل، يبلغوهم ويوصلوهم. بالظبط، بعمل لي فاتوره وبكتب وببلغ بيه الناس عشان تمام. تطلع بيها. طيب، المفروض كمان ان انا بعمل لهم يعني مبيعات، يعني كنت اعرض الحاجات دي كمان. ده جزء يا محمد الله يكرمك من شغلك ولا كل شغلك؟ لا ده جزء طبعا، ده جزء من شغلي. مش نسبة كل شغل. لو عملنا حصر كده مثلا في شهر من الشهور، الاوردرات اللي بتجي لك فيها خمره الى الاوردرات الاخرى اللي ما فيهاش، نسبتها قد ايه؟ كام لكام؟ هو حضرتك طبعا النسبة، لان انت بتتكلم على الفلوس ولا بتتكلم؟ لا، بتكلم على الاوردرات اللي بتجي لك. جالك 10 اوردرات مثلا في الشهر ده، نسبة هو طبيعي ان الاوردرات الثانية اللي هي مثلا بتبقى اكتر بكتير من اللي فيها، يعني اللي ما فيهاش اكتر بكتير. طبعا. تمام يا حبيبي، كده وصلت الرساله، وان شاء الله ربنا يوفقني في الجواب يا حبيبي. حاجه تاني؟ جزاك الله كل خير. وجزاك يا ابني، ربنا يكرمك ويطيب لنا ولك مالنا، اللهم امين. تفضل حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله. الحياه مهم جدا جدا جدا، وربنا يا رب يبارك له شاب في السن ده بالتاكيد، اذا كان لسه ما كونش نفسه ولا عمل اسره، او كون نفسه وعنده اسره ومسؤول منه زوجه واولاد لو عنده اولاد، وحتى ولا اهل واب وام ولا الكلام ده، ولا حتى من نفسه. يعني طبعا اي حد في السن ده محتاج يشتغل، ما ينفعش يقعد في البيت عاطل. وبالتالي ما ينفعش حد يقول له اقعد في البيت، لانك انت لما تيجي على حد موظف في مكان ما بيقبض مبلغ من المال ولو حتى مئات مش الاف، انت هتقول له اقعد، طب هياكل منين ويشرب منين؟ اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. طيب نيجي نحلل الموقف من ناحية أخرى. مسألة الخمور هي مشكلتها مش بس في اللي بيشربها، يعني لو افترضنا إن المج ده فيه خمرة، مش مشكلة الخمرة دي إن أنا بس اللي هرفع كده وأشرب، لا، ده مشكلة اللي جابه، مشكلة اللي جلبه، مشكلة مش عارف اللي تاجر فيه من البداية، اللي صنعه، حاجات كتير قوي. لعنة في الخمر 10، فدي مصيبتها. انما في عندي 3 نقاط مهمين لازم نتكلم عليهم بوضوح عشان محمد واللي في ظروفه يبقى فاهم القصه، سواء كان في الداخل ولا في الخارج. انه نمره 1، ان احنا في الاصل ان نبحث عن عمل لا شبهه فيه. طب ما عندناش عمل لا شبهه فيه، والعمل المتاح فيه شبهه. هنقول اذا كان الغالب على العمل انه حلال يبقى مرحبا بالعمل. وهو عشان كده انا سالته، نسبه الاوردرات اللي بتجي لك فيها خمره مع نسبه الاوردرات اللي ما فيش فيها الخمره قد ايه؟ فقال لي لا، ده النسبه واضحه، ان اللي فيها اوردرات خمره دي قليله. احنا بنحكم على الشيء بغالبه. نمره 3، هيظل في نفس محمد شيء طبيعي، وحتى لو سالم قال له حلال غيره هيقول له حرام، هيظل في نفسه شيء من هذا الامر. لما ربنا يكرمك يا محمد وتلاقي وظيفة تانية سواء في نفس الفندق أو غيره، اتوكل على الله، ده هيبقى أهدأ
لنفسك وأحسن. طب إلى أن تجد أنت مستمر في عملك وتصدق بشيء منه، تقوم تطيب نفسك بهذا الأمر على أنك أنت حللت مالك ببعض الصدقة. والصدقة تروح لأي حد ولا تبقى حرام لأنها راحة مش عارف من حرام؟ خلينا أتكلم في دي. والنقطة اللي أتكلم عنها، أنا عملت سباكة ولا عملت نجارة لتاجر مخدرات، ده حرام ولا حلال؟ هشوفه والله المستعان. ناخد أخي محمد.